عملنا كده. لا ما هو الشيخ قاعد بره. السلام عليكم وبركاته مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. انت لا اللي يا بتلعب بيا مش هو لا اللي يا بيلعب ماسك بيا. الكشكول. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اسال الله عز وجل ان يجعل اعياد المسلمين كلها بركه على امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وان يتقبل منا رمضان، وان يتقبل منا العيد، وان يجعلنا واياكم من عباده المقبولين. امين 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 يا رب العالمين. فضيله الشيخ محمد مصطفى منورنا. يا حبيبي حبيبي الله يحفظك. يا هلا بالحبيب، احسن الله اليك. ان احبك في الله، احبك الله الذي احببتنا فيه. عيدكم مبارك حبيبي الغالي. بارك الله لنا فيكم، الله يحفظكم. ربنا يحفظك. شيخ محمد رحاب مولانا، مرحبا، منورنا. الله يحفظكم. وكنت منور في برنامج وسيله. الله يحفظك. اسال الله عز وجل القبول. امين يا رب. الله ابشر المخبتين. الله يحفظك. عشان ما تقولش ده فاكر برنامج الشيخ ومش فاكر برنامجي. حفظك الله. برامج رمضان طبعا كانت على قناه الندى. اسال الله عز وجل القبول، وان شاء الله يمكن بعد العيد يعني تعاد او يعاد معظم البرامج ان شاء الله تعالى. فهيبقى معانا برضو الشيخ محمد مصطفى وبشر المخبتين، والشيخ محمد رحاب اللي كان منور في برنامج وسيله. الله يجعله وسيله للقرب. الله يجعله وسيله للقرب منه. ما هي كان المساله كلها القلوب والرقائق. واحنا في العيد كده النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، كيف كان يفرح هؤلاء وهؤلاء بالعيد شيخنا الكريم الشيخ محمد مصطفى؟ بسم الله، ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمر قوم براهب في دير، فقالوا له متى عيد أهل هذا الدير؟ فقال يوم أن يغفر الله لأهله. الله أكبر. فالعيد الحقيقي هو يوم أن يمتن الله عز وجل عليك بالعفو والصفح والمغفرة والعتق من النار. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن اعتقت رقبته في هذا الشهر المجيد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في جميع أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وأفعالنا. فليس العيد لمن قد لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعته تزيد. وليس العيد لمن قد تجمل باللباس والركوب، وإنما العيد لمن قد غفرت له الذنوب. ففي الأيام الخوالي وزعت العتق، رقاب العتق على العبيد، اللي هي أيام رمضان. أيوة. يعني رمضان والعشر الأواخر. أيوة. من رمضان. نعم. يعني الناس كانت بتتحرى ليلة القدر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا حبيبي. وزعت خلع العتق على العبيد، فمن ناله منها شيء فهو له عيد، وإلا فهو مطرود بعيد. الله عز وجل امتن على هذه الأمة بهذه الأيام المباركة المشهودة. ولما ننظر إلى كيف كان فرح السلف، أولا السعادة الحقيقية أو السعادة لم يذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إلا مرة واحدة، فقال سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالسعادة الحقيقية تكون في الجنة، أما هذه الدنيا فكلها أكدار وكلها هموم وكلها غموم. حتى السعادة التي في الدنيا سعادة زائلة، وهي سعادة وقتية، كما قال الشافعي ورحمة الله عليه، قال محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسرورها يأتيك كالأعياد. الله،
وسرورها يأتيك كالأعياد. يعني الأصل الإنسان مش مسرور. يعني عندنا عيدان في نعم هو كده. يعني الابتلاء على أهل الإيمان. ابتلى المرء على قدر دينه. نسأل الله أن يعافينا. اللهم آمين. اللهم آمين رب العالمين. نعم حبيبي. وقال سبحانه وتعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو أن الله عز وجل امتن على عبده بالعفو والصفح والعتق والمغفرة فهذا خير من ملء الأرض ذهبا. أن الله عز وجل يمتن على العبد بالمغفرة ورحمة ربك خير مما يجمعون. وكان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان سيد العباد وسيد الزهاد وسيد المتألهين. قال بعض السلف لسفيان الثوري: أليس ترون أن عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات؟ قال نعم. قال: كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين؟ عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فعند ذكره عليه الصلاة والسلام تتنزل الرحمات وتنزل البركات، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الصالحين وسيد الزاهدين وسيد الأوابين وسيد المتألهين صلى الله عليه كلام وسلم. عليه الصلاة والسلام كلام معك ما يتشبعش منه شيخ محمد، وأنا أصلا يعني لك في قلبي منزلة. الله يرضى عنك. وإني أحبك في الله، ربنا يتقبل. وإن كان ده برضه يعني مش عارف إن في العيد معظم حبايبي وأحبابي لقاء الأول. يعني شيخ محمد مصطفى برضه أول مرة لقاء تلفزيوني يجمع بيننا، لكن هو حبيب غالي. الله يرضى عنك. نرجع تاني الكلام الحلو اللي أنت بتقوله ده ما يتشبعش منه. شيخ محمد رحاب: ويومئذ يفرح المؤمنون. الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالعيد يوم الفرح. ويعني من الفوائد الجميلة، العلماء قالوا الفرح ذكر في كتاب الله عز وجل مذموما وممدوحا. يعني عندنا فرحان. نعم، فرح محمود وفرح مذموم. نعم. أما الفرح المذموم فهو الفرح الذي ينسي الإنسان نعمة الرب سبحانه وتعالى، والذي يطغيه الفرح المطغي، أو الذي يشغل الإنسان بالنعمة عن المنعم. ومنه قول يعني قوم قارون له، قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هذا الفرح المذموم الذي هو فرح الطغيان والانشغال بالنعم عن المنعم سبحانه وتعالى، أو استخدام النعم في معصية الرب سبحانه وتعالى. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وأيضا كما في قوله: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أما الفرح المحمود فهو كما في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكما في قوله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالعيد يوم الفرح. ويعني أود أن أنبه إلى معنى جميل جدا ورائق ولطيف متعلق بوجوه الصالحين والعابدين يوم العيد، أنهم قضوا شهر رمضان في الصيام وفي قراءة القرآن وفي قيام الليل والتهجد. وابن عباس رضي الله عنهما قال: إن للحسنة لنورا في القلب، الله، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. فهم لما قضوا هذا الشهر في اجتهاد في العبادة، قراءة القرآن والصلاة والسجود، والله قال عن أهل السجود: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال علماء: ما في وجوههم من الإشراق والضياء، لأنهم اقتربوا من الرب ومره وجوههم إذلالا له، فكساهم نورا من نوره سبحانه وتعالى. فتجد أن الصالحين الذين قاموا وصاموا قاموا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له. فتجدهم في يوم العيد في وجوههم إشراقة عجيبة جدا، سعادة، إيه؟ نور على الوجه. احفظوا أثر ابن عباس رضي الله عنه، قال: إن للحسنة لنورا في القلب، وكما قال العلماء: الوجه مرآة القلب، فإذا استنار القلب أشرق الوجه. لذلك قال الله تعالى: أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الله أكبر. فلما امتلأت قلوبهم بالسرور والحبور والسعادة، انعكست ذلك تلك السعادة الباطنة على وجوههم الظاهرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فما أجمل صحبة الصالحين في كل حين، وفي يوم العيد خصوصا، يوم الجوائز ويوم توزيع الصلات على العابدين والمجتهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. إن للحسنة ما تعرفش لنورا في القلب. أنا سعيد جدا وأنا قاعد كده مع أحبابي شباب، والله حاجة تفرح القلب. وأسأل الله عز وجل أن يسعدكم وأن يبارك فيكم وفي أعماركم.
يعني لما الواحد يرى أهل السنة وأهل القرآن وأهل الطاعة وخاصة من الشباب بيسعد. يعني والله العظيم يا شيخ محمد وشيخ محمد وكلاكما محمد يعني حاجة تجعل القلب فعلا يعني يكون في غاية الفرح والسرور. وإحنا في العيد فالواحد لما ينظر في وجوه يعني الطيبة وضوء المتواضئين الصالحين بيسعد. فأنا سعيد. هل أنت سعيد؟ أنا محمد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فوالله ما السعادة إلا مع الله، وما السعادة إلا في ذكر الله وفي الفرح بالله وبطاعته سبحانه وتعالى. اللهم يا ربنا يسعدك في الدارين حبيب الغالي شيخ محمد رحمه. هذا هو الفرح الحقيقي ورب الكعبة، الله أن تكون مع الله ولله وبالله، وأن تكون أعمالك في الله سبحانه. طب نرجع للشيخ السعيد. الله يحفظك شيخ محمد مصطفى. أيوة شيخ محمد مصطفى، أنت بدأت كلامك والسعادة، وأخونا محمد الشيخ محمد رحمه بدأ بكلام يعني جميل واستنارة الوجه والقلب. القلب وعاء، هذا الوعاء لو امتلأ بالقرآن وامتلأ بالذكر وامتلأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بلا شك يخرج على الجوارح وله أثر في حتى المعاملات مع الناس، مع الزوجة والزميل والصديق والجار والولد والبنت ومع الدنيا كلها. نعم شيخنا الكريم، نريد أن تمتلئ قلوبنا نورا وطاعة، وعلى رأس ذلك ترك المعاصي واجتناب بها. لما ننظر إلى السلف كيف أنهم كانوا من أبعد الناس عن الذنوب وعن المعاصي. قال محمد ابن سيرين: أذنبت ذنبا منذ 40 عاما وأنا أنتظر عقوبته. يا الله. قال علق الإمام الذهبي رحمة الله على ذلك الأثر قائلا: قال قلت ذنوبهم فعلموا من حيث أتوا، ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. فهؤلاء السلف كانوا يعدون خطاياهم عدا، ليس كما نفعل الإنسان منا. يعني إيه؟ عشان كده لأجل ذلك قال بعض السلف: يا ابن آدم لو مت مثلا، ضرب مثلا، لو أن الإنسان مات مثلا وعمره 60 سنة ولقي الله عز وجل في كل يوم بذنب، فبكم ذنب سيقبل على ربه؟ بسم الله العافية. نعم. ف يعني اجتناب الذنوب المعاصي هذا أمر ضروري، لأن هذا هو الذي يدخل على القلب السرور والفرحة والدعم. بس في معنى يعني من رحمة ربنا عز وجل. نعم. إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. فدي رحمة من ربنا عز وجل. أحسن. أنا حضرتك بتقول لو كل واحد الجملة دي وأنت بتقولها. نعم. أنا حسيت إن أنا هشيب دلوقتي وأنا أعزك الله. لأن تخيل إحنا كله ابن آدم خطاء وخير خطائنا التوابون، نسأل الله العفو والعافية. فلو كل منا ذنب 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 كل يوم. صحيح. ولا تمحى هذه الذنوب. نعم. دي كارثة. بس ربنا رحمته وسعت كل شيء. نعم صحيح. إن الحسنات يذهبن السيئات. عشان تبقى بشرة. صحيح. احنا في العيد فتبقى بشرة حلوة. نعم. أنا بعد ياخد منك كلمة شيخ محمد ويقول لك بس أنا ضعت. لا لا يعني ورحمة ربك خير مما يجمعون، وأما الذين سعدوا، وفي القراءة الأخرى وأما الذين سعدوا. اللهم اجعلنا من هؤلاء وهؤلاء. نعم شيخ رحاب متحفز. الله يحفظك. انا حاسس ان الورقه دي فيها اشياء، فيها خير كثير. هاتي ما عندك. قيد اسالك قيد العلم، جاوب انت على اللي يعجبك. صلى الله عليكم. يعني انا اردت ان انبه جميع احبابنا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي اخرجه الامام الطبراني في الكبير وابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج وهو حسن حسن الشيخ الالباني وغيره. قال النبي عليه الصلاه والسلام: احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. الله. سرور تدخله على مسلم. مش نكد تدخله على مسلم. لا الله. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، فما أحوجنا في هذا اليوم المبارك. مرة واحد يعني صديقه أخي الصغير. نعم. فأصافحه من كذا سنة فقال لي: الله أنتوا بتضحكوا. لا إله إلا الله. نعم. فليلين أثر الإعلام السيء، وده كلام أنا أقوله كثيرا هنا وفي أي مكان، ان فعلا الناس تظن ان اعلام مشوه مزور للحقائق. صاحب اللحيه ده ابو عين جاحظه وجبين مقطب والجاحظ للفائده الجاحظ، انما لقب قالوا بالجاحظ لكثره قراءته للعلم فجحظت عيناه. نعم.
نعم حبيب الغالي أحسن الله إليكم. تدخله إلى أنا يعني أحب الأعمال إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سرور تدخل على مسلم وأول المسلمين أن تحرص بإدخال السرور على والدك الله أكبر أبوك وإياك إياك أن تحرص على أن تدخل سرور على أصدقائك أو على جيرانك أو على أصحابك أو حتى على زوجتك وهذا مهم قبل أن تدخله على والديك بأن تزورهما وتقبل أيديهما ورجلهما ثلاثة كان منهم هذا الرجل الله أكبر كان لا يغبق أحدا قبله قبلهم الله رقم واحد في حياتي بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأبوان أن تحرص على رضا أبويك وأن تسعدهما في هذا اليوم العظيم الكريم وأنا بودي أن احنا نرى يعني المجتمع المسلم كما قال أحدهم في وصف المدينة الفاضلة أن المسلم إذا رأى من هو أكبر منه يتخذوه أبا ويقول هذا سبقني إلى عبادة الله مدينة غير بتاعة أفلاطون المدينة الفاضلة بحق هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة والمجتمع الإسلامي ففي المدينة الفاضلة المسلم إذا رأى من هو أكبر منه اتخذه أبا في التوقير والاحترام والإعظام ليس منا وقال هذا سبقني إلى طاعة الله فكم سجد لله سجدة وكم ركع لله ركع وكم سبح الله تسبيح وكم أبلى من بلاء حسن وإذا رأى من هو مثله أو قريب منه في العمر اتخذه أخا فيحب له ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه وإذا رأى من هو أصغر منه اتخذه ابنا فالرحمة والشفقة فبالله مجتمع كهذا كيف يكون ترابطه وتواده وتحابه وأنسه ورقيه وسموه ومن مقاصد العيد الاجتماع الاجتماع والاعتصام واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا ايه الكلام الحلو ده والشاعر الحكيم يقول تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا إذا أتيت بأعواد خشب وضعتها فوق ازدادت تمسكا وقوة تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا صار كل عود لوحده والمسلم يهجر أخاه في هذه الأيام المفترجة الكريمة وإذا افترقنا تكسرت أحد وأسأل الله عز وجل ألا نفترق يا رب الله وأن يجمعنا على كلمة الحق وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة قالوا السر زمرة جمع زمرة جماعات كما أنهم كانوا في الدنيا جماعات على طاعته فكذلك يدخلون الجنة جماعات إن شاء الله ندخل وتعاونوا ندخل على البر وإن شاء الله ندخل معهم صحبة طيبة نحن والمشاهدون والمشاهدات وجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها طب الكلام الجميل الحلو ده اللي كله بيفكرنا إن من معاني العيد ان احنا نتحد ومش نفترق نتواسى ونتواسى يبقى في صله واقرب الناس الينا الابوين ثم الاهل والزوجه والابناء والجيران وصله الارحام ونبقى واخوان المستضعفون في كل مكان الله اكبر نعم حبيبي الغالي الشيخ محمد جزاك الله خير الله يحفظك هو هناك شقان يعني اولا شق التراحم والاخاء تكلم فيه الشيخ والشق الاخر البر فنحن يعني ايه ننسج على منوالهما أولا الإخاء هذه نعمة عظيمة قال جعفر بن محمد الصادق أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه يبقى أنت قاعد معاه بتتكلم معاه بحذر من يتكلف لي وأتحفظ منه أتكلم ليه خايف أتكلم كلمة يفهمها على غير مرادها قال وأحبهم إلي وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي يا سلام حاسس ان بتكلم بفكر معاه بس بصوت عالي الله اكبر ليه؟ لن يفهم كلامي على غير مرادي يعني ولن يحمل كلامي ما لا يحتمل كانه يقول لصاحبه يا انا هذه فسلموا على انفسكم صحيح نعم واذا حلت اذا نزلت الالفه رفعت الكلفه صحيح ما هو هذا قال بعض الحكماء قال كمل قال بعض الحكماء من سقطت كلفته دامت الفته الانسان ما بيتكلفش ده بتدوم الالفه بتاعته صحيح نعم وقال ايوب السختياني إذا جاءني موت أخ من إخواني فكأنما عضو من أعضائي قد سقط وهذا يؤيده قول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ثلاثة تزيد في العقل قال عفوا الشافعي دي ثلاثة غير الثلاثة اللي كنت الشافعي رحمة الله عليه يقول من صدق في أخوة أخيه شوف بقى قابل علله وسدد خلله وعفى عن زلاله من صدق في أخوة أخيه قابل علله اعتذر أخطأ فيك واعتذر اقبل عذره صحيح قابل علله و
وسدد خلاله، لأن عارف انه راجل فاضي وإنسان محترم جدا وكويس جدا، بس انه في خصال او خلال كده، بعض الخلال انا لا احبها، خلاص انا اضمد ذلك وتبقى اخوتنا ومحبتنا في الله عز وجل، وعفى عن زلالي. برضو متك أخطأ، خلاص سامح له، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله هذا هو. وبالنسبة لبر الوالدين، برضو من الأثار العجيبة، عبد الله بن عون نادته أمه يوما فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. يعني محمد عبد الله بن عون هذا من أعلام السلف، نادته أمه يوم فأجابه، يعني هي لما نادته قالت له يا مثلا يا عبد الله بن عون، فقال لا إيه لبيك أو نعم أو حاضر أو أي شيء، أي لفظ من هذه الألفاظ، نعم أو حاضر أو لبيك، دي طلعت من الصوت اللي أمه نادته به فأعتق رقبتي. يعني كان صوته أعلى من صوت أمه الإجابة، في الإجابة بس، وهو بيقول لها لبيك يا أمه. أيوة فقط. فأعتق، بس استشعر، بس معنى لو ولادنا وحبايبنا استمعوا إليه وفهموه، مش هنلاقي أنت عايزة إيه؟ صح. أيوة. وفي إيه؟ أيوة. وأنا عملت لك حاجة؟ أيوة. أوف بقى، مش هنلاقي الحاجات دي خالص، مش كده؟ صحيح صحيح. يعني مجرد بس أعتق بهذا ارتفع، ومن هنا يأتي النصر. نعم. هذه صفات جيل النصر والتمكين. صحيح. صفات جيل النصر والتمكين. يعني إحنا محتاجين نتربى ونربي. نعم صحيح. نتربى. نعم. ونربي. نعم. لسه عندك حاجة في الموضوع؟ لا كتير هذا الكلام. لا مش شيخنا، لو اديتك الميكروفون مش هلا. لا الله يحفظك. السلام عليكم. قبول. أمين. عشان الوقت. ولا تكونوا التي نقضت غزلها بعد قوة أنكث. الثبات الثبات بعد رمضان. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. وكما قال العلماء من بركة الطاعة الطاعة بعده. ومن علامات قبول الحسنة أن يوفقك الله للحسنة بعده. وقالوا من معاني اسم الله الشكور، الله إنه غفور شكور. قالوا الشكور سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العبد للعمل ابتداء ومنة، ثم إذا عمل العبد الطاعة قبلها منه وأثابه عليها. رب شكور. قال الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. يعني نريد أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى ونتأمل في أسمائه وصفاته. فالثبات على الطاعة بعد رمضان، والمحافظة على البيئة الإيمانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا مسلمين. هذا يعيده قوله عليه الصلاة والسلام، كان في حديث عائشة عند البخاري قالت كان رسول الله إذا عمل عملا أثبته الله، وكان عمله ديمة عليه الصلاة والسلام. لا نهجر القرآن. طبعا نصوم الست من شوال، من يعني قصر في إخراج زكاة الفطر فليخرجها، الست من شوال كما قلنا، القرآن ورد مع القرآن حتى من اللطائف، قصر وصلاة العيد انتهت ونحن في العيد يتوب ويخرجها قضاء، ولابد القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أنس القلوب وروح الأرواح القرآن. وحتى بعض المشايخ يقول إن الذي من ليس له ورد فهو قرد. يعني يقول النفس تتسلط عليه وشهواته، فلا بد الإنسان يكون له ورد مع كتاب الله سبحانه، صحبة الصالحين، لا يخلي نفسه من قيام الليل. يعني نعم العبد عبد الله لو كان يصلي من بعدها كان ما ترك قيام الليل. نعم. فالإنسان يثبت على الله والصدقة وسائر الفقراء والمساكين يدوم على هذا. قال الله تعالى يعني اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال العلماء أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم مع الإسلام. يبقى هذا هو الحال، أو هذه هي الحال، أن يكون الإنسان على الإسلام، فإن أتاه الموت بغتة هذا معنى قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا عند الختام بأشعار جميلة للصالحين وأحوالهم يعني في العيد وأنواع الفرح. فمن الناس من يفرح في العيد بلباس، ومنهم من يفرح في العيد بأكل أو شرب، ومن من يفرح في العيد بنزهة. وهناك قوم يعني سمت نفوسهم فلا يفرحون في العيد إلا بالرب المجيد سبحانه وتعالى. وعبر في هذا الشبل فقال إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. هذا يعني راجل ده انا بحبه. قال الشاعر حبك الله إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. وأنشد أيضا قال ليس عيد المحب قصد المصلي، هذه الأمور الظاهرة التي يعني يقتصر عليها الناس أو كثيرا. قال ليس عيد المحب قصد المصلى وانتظار الأمير والسلطان رؤية البهرجات والأمور الزائفة، إنما العيد أن تكون لدى الحب
كريما مقربا في أماني. وأخيرا خرج الناس يوم عيد وراحوا رافلين بزينة وسروري، وأرى العيد في رضا الله عني، فهو عيدي وبهجتي وحبوري. كلام جميل. نختم بقى مع الشيخ محمد مصطفى، تقول لنا ايه بخصوص حسن الختام هذه؟ نعم. فيا بشرى من دخل قبره ومعه الإسلام. الله يا بشره الله. بذلك أحمد ابن أبو الحواري. أنا من أول حلقة وأنا عايز أترحم على الشيخ محمد البسيوني، أنا لا أعرفه لكن رأيت صورته على الفيس، وتوفي ليلة 27 من رمضان رحمة الله عليه رحمة واسعة، ويصلي ودفن في مكة، أسأل الله عز وجل أن يغفر له. فأسأل الله أن يجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم آمين. وأنا أمنية أن يؤمن المستمعون. قال أحد المحبين يعني في الحب الموت في البقية، يعني قال إلهي نجني من كل ضيقي، فأنت إلى هنا مولى الجميع، وهب لي في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا في البقيع. اللهم امين. اللهم امين. نعم حبيبي الغالي الشيخ محمد، تفضل. كما قلت، فالخواتيم هي مواريث سبق كما يقول ابن كثير، قال لقد اجر الله الكريم عادته بكرمه على ان من عاش على شيء مات عليه، من مات على شيء بعث عليه. كما قلت، يا بشرى من دخل قبره ومعه الاسلام، بشره بذلك احمد ابن ابي الحواري رحمة الله عليه. قال إذا دخلت قبرك ومعك الإسلام فأبشر. إذا دخلت قبرك ومعك الإسلام فأبشر. وكان من أحلى ومن أغلى ومن أعلى أمنيات يوسف عليه السلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه أعلى أمنية لهذا الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. الله يفتح عليك. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وللمسلمين بخاتمة الحسنى أجمعين. اللهم آمين. وصية بكثرة التكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. جزاكم الله خيرا. وقائمة الرسائل. رسائل. أنا عارف الخزنة مليانة والجعبة بها الكثير. رسائل الرسائل بالتهنئة للأحباب سواء بعدوا أو قربوا. لا بد الإنسان يعد قائمة بأرقام تليفونات المحبين من المقربين أو المقربين. نعم، ويرسل رسالة لطيفة، تذكرة، دعاء، تهنئة. جزاكم الله خير. ننشر الحب والوئام بين جميع الأنام. شيخ محمد مصطفى جزاك الله خير. نفع الله بكما، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم تقبلنا يا رب العالمين. صلوا أرحامكم. والله الواحد بيسعد لما يرى هؤلاء الشباب، يعني الحمد لله الأمة بخير. أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.